نحن الآن في شارع السلطان سليمان، من خلفنا هذا الحاجز، خلف هذا الحاجز هنالك طبعا باب العمود، نستطيع من هنا أن نرى مجموعات من المستوطنين يصلون إلى منطقة باب العمود. بالطبع تحدث عن هذا الأمر الزميل ضياء، ولكن يعني أردت الحديث هنا عن هذه المنطقة. ترون هذا الحاجز الذي يؤمنه عناصر من شرطة الاحتلال، لا يمكن لأي أحد الدخول من هذا الحاجز من المقدسيين، حتى من يود العودة إلى بيته من البلدة القديمة لا يمكنه الدخول من هنا والوصول من هذه الطريق إلى باب العمود. كنا قد شاهدنا بعض المناوشات بين الجنود وبين الشبان هنا يعني وراء الحاجز وأيضا في داخل الحاجز لمنع وصولهم إلى منطقة باب العمود، ومن يريد العودة إلى البلدة القديمة يوجهونه للدخول من أبواب أخرى. باب الخليل طبعا أيضا هو الآخر مغلق بوجه الفلسطينيين لأنه معد لدخول المستوطنين إلى منطقة حائط البراق، ولكن يعني أردت الحديث عن هذه المنطقة. شارع السلطان سليمان هو أحد الشوارع المزدحمة والتي تعج بالناس والحركة التجارية اليوم. يعني لو ننظر يعني في جميع الجهات من حيث نقف لا يوجد أي أحد في هذا الشارع، يعني هنالك أعداد قليلة جدا معدودة من المواطنين المتواجدين هنا، المحلات التجارية مغلقة تماما. كان هناك في سنوات سابقة أيضا قضية رفعت على الشرطة الإسرائيلية لمنعها من إغلاق هذه المحال، ولكن التجار يقولون لنا بأنه سواء أغلقت محالهم بأوامر من الشرطة أم لا، فإن يعني هذه الإغلاقات تقضي على الحركة التجارية تماما في مدينة القدس. يمكنكم الآن رؤية كيف المستوطنات اليهوديات يمكنهم الدخول عبر هذا الحاجز، بينما الفلسطينيين يمنعون من دخوله، حاجز يغلق كل شارع يعني كل الجهتين من هذه من شارع السلطان سليمان. أيضا نحن نقف هنا إلى جانب محطة حافلات مركزية تقل الفلسطينيين من بلدات مختلفة من القدس إلى مركز المدينة، وأيضا من منطقتي بيت لحم والخليل إلى مركز المدينة، ولكن الحافلات الآن معطلة لا يمكنها التحرك، إيقاف كل السفريات، لا يمكن للفلسطيني في هذا اليوم أن يتحرك أو يتنقل من منطقة إلى أخرى، هو خرق يعني كبير جدا لحقوق التنقل للمواطنين الفلسطينيين بالقدس من أجل تأمين هذه المسيرة، مسيرة الأعلام. يصلنا الآن أيضا بأن كان هنالك تحريض كبير من قبل عضو الكنيسة إيتمار بن غفير بمطالبته للشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على الفلسطينيين على حد وصفه هم الذين يقومون برشق الحجارة نحو المستوطنين. طبعا هنالك أيضا مواجهات عنيفة داخل البلدة القديمة بالقرب من باب حطة. نذكر فقط بأن فترة الاقتحام الثانية للمسجد الأقصى انتهت، كان هنالك أداء شعائر دينية بشكل علني وبشكل جماعي دون تدخل الشرطة الإسرائيلية رغم قرار المحكمة المركزية قبل أيام في